مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده وهنا ماسبيرو. هكون مع حضراتكم من خلال حلقه النهارده، وهنبدا اول جزء باهم واخر الاخبار. اول خبر معانا عن زياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لواشنطن امس الثلاثاء للمشاركه في فعاليات القمه الامريكيه الافريقيه. وطبعا النهارده صباح الاربعاء استهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيت واشنطن بمقر اقامته في العاصمه الامريكيه بافطار عمل مع القيادات الجمهوريه بمجلس النواب الامريكي عن ولايات كنتاكي وتكساس واوهايو وساوث كارولينا. وكمان كما يلتقي السيد الرئيس السيسي في مركز واشنطن للمؤتمرات مع وزير الخارجيه الامريكي انتوني بلينكن، ثم يشارك في مأدوبة العشاء التي يقيمها الرئيس الامريكي جو بايدن بالبيت الابيض على شرف القاده الافارقه المشاركين في قمه قاده الولايات المتحده وافريقيا. عشان نتعرف اكثر على ما حدث اليوم، معايا على الهاتف كاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره وتحرير اليوم السابع. استاذ اكرم مساء الخير. اهلا بحضرتك. ولو احنا بنتكلم على اهميه هذه القمه، واضح ان هي قمه في غايه الاهميه في التوقيت الحالي تقريبا، واهم الموضوعات اللي ان شاء الله سيتم التركيز عليها واللي بتهم كل الدول الافريقيه. تأكيد القمه بتاعتي في وقت مهم، ودي القمه الثانيه. القمه الاولى كانت 2014 في عهد الرئيس اوباما رئيس الاصبح، واحنا عارفين 8 سنوات يعني توقف، منهم سنتين كورونا. لكن اعتقد القمه دي جايه في وقت حساس جدا، لانه في الحرب الاوكرانيه، في قبلها كورونا، في ازمه عالميه يعني تضخم ومشكلات التنميه والطاقه والغذاء وسلاسل الماء. فطبعا هي جايه فعلا في وقت صعب، وفي وقت طبعا في يعني الدول الافريقيه لها مطالب مهمه. كان بعضها طرح في قمه المناخ اللي عقدت في شرم الشيخ. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه ومصر الدولة بيقود الدولة المصرية في علاقة في تاريخها الافريقية بشكل كبير جدا، ومصر سواء في رئاستها الاتحاد الافريقي او قبلها او بعدها حرصت على انها في تاخذ مع افريقيا المبادرات تجاه بناء علاقات للتنمية، بناء لما في مطالب للتنمية. القارة الافريقية قارة مهمة جدا اقتصاديا، واقصد اكثر الدول نموا زي ما قالت نائبة الرئيس الامريكي، انه اكثر الدول نموا سواء في السكان او سواء في الامكانيات الاقتصاديه، ويسلم غذاء العالم بالفعل. وبالتالي فمن حقها ان تكون لديها قدرات على التنميه المستقله، على حل مشكلات الغذاء، حل مشكلات الانبعاث الحراري. افريقيا بتدفع ثمن كبير جدا للتغير المناخي بالرغم انها لا تساهم في الانبعاثات بنسبه 2%، بينما الدول المتقدمه الكبرى بما فيهم الولايات المتحده بتساهم ب 80% من هذه الانبعاثات. افريقيا دلوقتي اصبحت في الصوره، ولو احنا بنقول ان افريقيا طبعا هي على القمه، في القمه الحاليه دي يعني قمه هي مصريه، قمه افريقيه امريكيه، ومعادها بعد قمه المناخ. نقدر نقول ان قمه المناخ كانت الحمد لله فيها توصيات عظيمه، ودول كتير كانت تنصلت قبل كده من اللي المفروض ان هي تعمله وتحققه، ولكن هي اقرت بحقيه الدول الافريقيه في التصليحات من الانبعاثات الناتجه منها. نقدر نقول ان ممكن من خلال القمة دي هيتم وضع برامج زمنية محددة للتوصيات دي؟ بالتأكيد، لأنه كمان من الحقيقة الدول الأفريقية ما كانتش راضية قوي على التعهدات اللي قدمتها الدول الكبرى. التعهدات ب 200 مليار دولار دي كانت في قمة باريس، في مؤتمر باريس 2015، لم تتحققش للأسف. في تعهدات الحقيقة، وفي وعود أمريكية الحقيقة، وأمريكا دولة كبيرة، هي أكبر اقتصاد في العالم، هي قطب كبير جدا ومؤثر وذو نفوذ في العالم كثير. وبالفعل مصر بتقدم تبادل خبرات وتبادل تعاون واتفاقات مختلفة ومنطقة التجارة الحرة والتحالفات المختلفة الدولية والإقليمية. كل دي فرص أعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون لديها مصالح ولديها مطالب أن تضمنها، وفي نفس الوقت تحقق أفريقيا عوائد ومصالح أيضا في نفس السياق. ان شاء الله يا رب كل يعني المصالح والعوائد اللي حضرتك بتتكلم عليها يتم تحقيقها على ارض الواقع. والجميل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوصل الصوره الصحيحه زي ما حضرتك قلت، لو بنتكلم على حقوق الانسان، والحمد لله الصوره وضحت ووصلت لهم. وان شاء الله يا رب يكون مصر دايما متواجده في كل القمم دي، مصر وطبعا افريقيا. مصر يعني هي قلب القاره الافريقيه، وان شاء الله مزيد من التوفيق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره وتحرير اليوم السابع. ده كان أول خبر معانا، لسه مستمرين مع حضراتكم.
رجعنا مرة تانية مع كل مشاهدينا، والخبر الثاني: رئيس الوزراء يتابع أعمال تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبايوتكنولوجي وشركة تصنيع الضمادات الطبية الحديثة بالإسماعيلية. المشروعان يتم تنفيذهما من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص وشراكات عالمية متعددة. مدبولي يشيد بتنفيذ المشروعين مؤكدا الهدف هو توطين صناعة اللقاحات البشرية والبيطرية وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة لتأمين الحاضر والمستقبل بالتعاون مع القطاع الخاص والشراكات العالمية. عشان نتعرف أكثر على هذا الخبر، معي على الهاتف دكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية. دكتور علي، مساء الخير. اهلا بحضرتك. واحنا شايفين الحمد لله ان يعني شعبه الادويه وخاصه هذا القطاع يعني في الفتره الاخيره في نجاحات كتير وفي اهتمام كبير من الدوله، كان اخرها النهارده وزياره السيد الدكتور مصطفى مدبولي لمدينه الاسماعيليه عشان تنفيذ مشروعي مدينه اللقاحات والبايوتكنولوجي. حضرتك تكلمنا عليها. اولا هو الدولة المصرية في الفترات الأخيرة في ظل الثمان سنين الأخرانيين كان في استراتيجية واضحة وهدف يعني واضح، وكل الوزارات وكل الدولة بتشتغل عليه. هو أصلا الصناعات اللي هي مش موجودة جوه مصر يتم توطينها في مصر، لأنه النهاردة الصناعة الوطنية هي الأساس في اولا فتح مجال العماله للناس، زائد ان هو كاستثمار وكدعم وفي نفس الوقت توفير عمله. العمله الصعبه، توفير عمله، توفير عمله، ودي من الحاجات الهامه يعني. أيوه. الحاجات المهمه بالنسبه لنا في بعض في مجال الدواء، ويمكن ده القياده السياسيه كانت اشارت له بالتعليمات وتكليفات، بانه كل ما هو خاص بقطاع الدواء يتم توطينه بحيث ان احنا من فاتوره الاستيراد في هذا المجال تقل. حاجه الاهم بقى حضرتك، لو بصيتي على موضوع اللقاحات، انت في افريقيا كلها مش هتلاقي دوله عندها مصانع للقاحات زي مصر. عشان كده مصر في التصنيف بتاعها مع منظمة الصحة العالمية ادت لهيئة الدواء جريت ري، بعد لما جت شافت مصانع اللقاحات اللي عندنا، بحيث انها اصبحت تجيز ليكي ان انت تصدري اللقاحات كدولة مرجعية لتصنيع اللقاحات، تصدري دون اي موافقات تصدير مباشر. انت يعني حضرتك احنا الخطوه دي اخذناها بعد موافقات معينه من دول افريقيه ما كانش ينفع ناخدها قبل كده. احنا الحمد لله مصر على مستوى اللقاحات النهارده احنا بنعتبر من الدول الرائده جوه افريقيا، وفي دول كتيره جوه افريقيا عاوزه تخش في شراكات مع مصر او تستورد منها لقاحات. المصانع الجديده اللي هي معموله النهارده، السيد رئيس الوزراء كان بيتفقدها وكده، دي بتعتبر نقله من النقلات المهمه قوي في صناعه الدواء واللقاحات والمستلزمات في مصر. لو بصيت حضرتك ليها، هي مش بس اكتفاء ذاتي، لانك بصي من هنا ورايح هتلاقي فيروسات جديده هتطلع طبعا، وبالتالي انت هتعملها تطعيمات، فانت لازم، لانك انت شفتي الدول الكبرى عملت ايه في موضوع التطعيمات. بدات رقم واحد تحتكرها لنفسها. ايوه. وبعد كده بعد ما خدت اللي هي عاوزاها بدات توزع على بقيه الدول العالم. صح. اللي موجود. فما كانش في عدل في التوزيع في وقت كان العالم كله محتاج. بالظبط بالظبط. أيوه. احنا اللي انقذنا كمصر ان احنا عملنا شراكات وعملنا تصنيع محلي باتفاقات مع شركات صينيه اللي هي جت صنعت، وفي نفس الوقت فتحنا المجال لاستيراد اي لقاح من اي دوله اوروبيه او امريكيه في العالم، فكان لنا حصص باتفاقات. عشان كده عدينا الازمه وعدينا. حضرتك المصانع دي مؤهله لكافه انواع اللقاحات؟ يعني لو احنا بنقول لو كورونا دلوقتي اكيد مش هيبقى التصنيع بنفس الكميات اللي كنا محتاجينها في اوقات سابقه، يبقى نقدر نغير انواع اللقاحات دي بالاحتياج العالمي؟ بصي، هو عندك الكويس في المشروع ده ايه؟ ان هو ميجا بروجكت، هو مش مشروع صغير، لا ده مشروع كبير قوي. ايوه. مشروع بيعمل مش على اساس ان يعمل دوله مصر 100 مليون، لا ده مشروع بيعمل ليه
كل افريقيا. خلاص الجزئيه الثانيه بقى زي ما حضرتك اشرت كده النقطه مهمه، في تطور في الفيروسات وحاجات، هل احنا هنواكب؟ يس، بدليل ان هو عامل شراكات مع شركات عالميه متعدده الجنسات، متعدده الجنسات مدخله معاك شراكه جوه هذا المصنع، وبالتالي انت جبتي هنا انت مدخلها لي شراكه معاكي، لانهم عندهم نو هاو وسر صانع صناعه، كل دوله متمكنه في نوعيه معينه من اللقاح. فانت لما تدخليه شراكه معاكي هيحط التكنولوجي بتاعه، زائد ان هو كل فايل بيعمله جوه مصر هو مستفيد، كل ده فايل انت بتصدريه من مصر لاي دوله ثانيه، هو لو صنعه جوه بلده تكلفته لافريقيا هتبقى عاليه، انما لو صنعه جوه مصر تكلفته هتبقى خالص. أيوة. نقول المصانع القديمة هل برضو هيفي فكرة لتطويرها؟ عشان لو احنا عندنا اوريدي اماكن، عندنا مكان يمكن او الات تكون محتاجة فقط لتطوير. بصي، هو احنا حاليا في مجال التطعيمات عندنا كان اللقاح اللي هو مصر بتاع اللي هو بتاع باكسيرا بتاع وزاره الصحه، وده كان موجود وده دايما بيعمل التطعيمات اللي عندنا، منها تطعيمات شلل الاطفال اللي احنا كل فتره بنعملها حملات تنشيطيه وكده. دي حاجه. الحاجه الثانيه لو بصيتي ل وزاره الصحه برضو بتمتلك خطوط انتاج مثلا او مصانع، مصنع كبير موجود في اكتوبر على مستوى عالي وحديث بيقدر يعمل تطعيمات وكده، وده يمكن جت دبليو اتش او عينت وشافت ان مصر فعلا مؤهله ان هي يتم تصنيع اللقاحات، عشان كده هي اجازت لك تصنيع اللقاحات عندك بينها الكورونا وتصديرها الى افريقيا. فالحمد لله عندنا اللي موجود وفي نفس الوقت المصانع الجديده دي معموله على اساس تغطي التصنيع المحلي والتصدير. التصدير مهم جدا جدا طبعا. يعني بالنسبه لي. ايوه تمام. ان شاء الله يا رب مزيد من التوفيق. والجميل ان احنا بقينا بنفكر خارج الصندوق، مصانع وخطوط انتاج جديده، شبابنا والافكار الجديده للشباب والشراكه مع الجامعات، كل دي حاجات طبعا عظيمه. ان شاء الله يا رب نشوف نتاجها في القريب العاجل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور علي عوف رئيس شعبه الادويه بالغرفه التجاريه. لسه مستمرين مع كل مشاهدينا بعد الفاصل. كان صادر عن وزارة الموارد المائية والري الدكتور سويلم يتابع الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروت الجديدة. دكتور سويلم، مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروت الجديدة يهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.6 مليون فدان بالصعيد، خطة استراتيجية لإحلال وتجديد منشآت الري الكبرى، وده أسهمت في اتخاذ قرار إنشاء مجموعة قناطر ديروت الجديدة والعمل على تكثيف موقع قنطرة فم بحر يوسف الجديدة للبدء في إنشاء القناطر. طبعا مشروعات كتير جدا، لو قعدت اسردها ممكن اخد الوقت كله، لكن عشان نتعرف اكتر على المشروعات دي معايا على الهاتف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري. باشمهندس محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ودايما بنتكلم عن الانجازات الخاصه لوزاره الموارد المائيه والري. في الحقيقه يعني العمل دائم وكل يوم في جديد. لو حضرتك تكلمنا على اخر المشروعات اللي هي مجموعه قناطر ديروت الجديده. مشروع قناطر بيروت هو أحد المشروعات اللي الوزارة بتنفذها حاليا في إطار مشروعات عديدة تهدف للحفاظ على المنشآت المائية الكبرى. احنا عندنا في مصر المئات من القناطر ومنشآت الري المختلفة، يمكن الآلاف، ولكن المنشآت الكبرى منها تتجاوز 150 منشأ في مختلف المحافظات، في محافظات الوادي والدلتا. ال 150 أمطار دولت تم وضع خطة استراتيجية لمتابعة هذه القناطر بشكل دوري، وقام بعمل معاينات مستمرة لهذه المنشآت في هذا الزمام كله في أربع محافظات في الصعيد. يعني هو حضرتك الموضوع بنبتدي في الأول نشوف هل السدود والقناطر دي مؤهلة للعمل، أو إن هي نقدر نعمل لها عملية ترميم، أو بيتم بنائها من الأول، يعني بيتم هدمها وبنائها من البداية لو كانت خلاص يعني فات عليها زمن كبير ومش هتقدر تستحمل معانا أكتر؟ بس يعني هو في أعمال صيانة دورية بتتم،
لو الأمطار قدمت جدا هو مش بيتم هضمها، هو بيتم الحفاظ عليها كأثر، ولكن بتتفتح البوابات بتاعتها بحيث ما يبقاش في موازنات مائية عليها بتمثل ضغط على المنشأ، فممكن بس كده هيبقى في منها استفادة ولا هي كأثر بس والاستفادة هعمل قناة جديدة؟ لا بتتساب كأثر زي مثلا قناطر الدلتا القديمة دي، البوابات بتاعتها مرفوعة وهي متروكة كأثر، وفي بعديها مباشرة قناطر تانية أحدث منها هي اللي بتقوم بعمل الموازنات المائية عليها. نفس الشيء إن شاء الله هيتم على قناطر بيروت، إنه بعد القناطر الجديدة بإذن الله ما يتم تنفيذها، القناطر القديمة ستبقى كأثر إن شاء الله، والقناطر الجديدة هي اللي هيكون عليها الموازنات المائية المطلوبة. هنقول المشروعات دي طبعا بتتكلف كتير قوي، ولازم المواطن يحس، خاصة المزارع أو المواطن اللي عايش في القرى دي، بتوصلوا له ده ازاي؟ مدى الاستجابة، وهل في شراكة مع مؤسسات أخرى للدولة عشان مش بعد ما أبنيها أبتدي أقول آه والله تاخدوا بالكم منها، من دلوقتي يكونوا عارفين إن دي إحنا تعبنا قوي عشان نعملها، ولازم يكون في ثقافة معينة في التعامل معاها. هو بالفعل دي رسالة إحنا بنوجهها لكل المزارعين، مش بس في عملية القناطر ولكن في كل المجهودات اللي الوزارة بتقوم بيها. يعني عملية تأهيل القناطر دي هي جزء من منظومة أكبر، يعني إحنا عندنا ترع ومصارف ومحطات رفع إلى جانب القناطر ومنشآت الري الكبرى، كل دولة إحنا كوزارة ري بيتم متابعتهم، الترع بيتم تنفيذ أعمال تطهير مستمرة ليها، المصارف بيتم تطهيرها، محطات الرفع بيتم العمل على صيانتها أو إحلالها على حسب الاحتياج، مع ضخمة جدا جدا بيتم في مجهود هائل بيبذل، وفي مبالغ ضخمة بتنفق علشان هذه الشبكة الضخمة تقدر تشتغل بشكل سليم، توصل المياه للمزارعين والمياه الشرب وغيرها من الاستخدامات. ودوت هنا دور المواطن ان هو يدرك حجم المجهود الهائل اللي الدولة بتبذله لخدمته ولتوفير احتياجات المية للزراعة ولمياه الشرب، فيساهم معانا في الحفاظ على المجهود اللي بيتم دوت. ان شاء الله يا رب دايما بالتوفيق لمجهوداتكم، وتوصل الثقافه دي للمواطن وما يكونش في اي تعديات، ويكون دايما في برضه صيانه من جهتكم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه والري. دي كانت اخبارنا النهارده.